التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، هذه نشرة إخبارية جديدة ومفصلة تأتيكم من القاهرة الإخبارية. أهلا خيري. أهلا آية، أهلا بكم مشاهدينا الكرام. البداية مع أبرز العناوين. الاحتلال يقصف منازل الفلسطينيين في دير البلح وزويدة وسط غزة. نتنياهو يقول إنه ملتزم بإطلاق سراح المحتجزين سواء في عن طريق عملية عسكرية أو مفاوضات صارمة. والجيش الأمريكي يعلن تنفيذ 5 ضربات في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن. البداية مع تطورات الأوضاع في قطاع غزة والجهود المصرية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني. استشهد 17 فلسطينياً وأصيب عشرات إثر استهداف الاحتلال منازل في دير البلح والزويدة وسط قطاع غزة وخان يونس جنوباً. هذا وأعلنت الصحة الفلسطينية ارتكاب جيش الاحتلال 13 مجزرة في غزة، راح ضحيتها 127 شهيداً و205 مصابين خلال 24 ساعة الماضية. كما أشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلية إلى 28,985 شهيداً و 68,883 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي. قصفت زوارق الاحتلال الحربي ساحل مدينة رفح الفلسطينية بعد تنفيذ قصف مدفعي استهدف جنوب المدينة وشرقها، كما شن جيش الاحتلال غارات جوية على مخيم النصيرات وسط القطاع. أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال استهدفت بالقصف المدفعي الطابق الرابع من مستشفى الأمل بمدينة خان يونس، مما أدى إلى وقوع أضرار مادية بالمبنى. وقد أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي حول مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس إلى ثكنة عسكرية، كما وضع الكوادر الطبية بمجمع ناصر ساعات طويلة في مبنى الولادة وهم مقيدو الأيدي واعتدت عليهم بالضرب. كما أعلنت الوزارة اعتقال قوات الاحتلال عشرات المرضى و70 من الكوادر الصحية في مجمع ناصر الطبي، مشيرة إلى أنه لم يتبقى سوى 25 كادرا طبيا في المجمع ولا يستطيعون التعامل مع الحالات التي تحتاج إلى رعاية سريرية فائقة. هذا وأعلنت منظمة الصحة العالمية خروج مجمع ناصر الطبي في خان يونس عن الخدمة بعد حصار دام أسبوع قامت أو أعقبته غارات إسرائيلية مستمرة. وأفادت الصحة العالمية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يسمح لفريقها بدخول مجمع ناصر لتقييم أوضاع المرضى والاحتياجات الطبية. أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة أنه لا يوجد حاليا سوى 4 طواقم طبية يقومون برعاية المرضى داخل المستشفى، مؤكدا أن توقف مجمع ناصر الطبي عن العمل هو حكم بالإعدام لمئات الآلاف من النازحين الفلسطينيين في خان يونس ورفح.
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه ملتزم بتحقيق ما وصفه بالانتصار الشامل في قطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين سواء عن طريق عملية عسكرية أو مفاوضات صارمة. كما أكد أن إسرائيل استطاعت تدمير نحو 3/4 الفصائل الفلسطينية خلال العملية العسكرية في غزة، وأشار إلى أن تل أبيب لن تقبل ما وصفه بأي إملاءات دولية تطالب بفرض إقامة دولة فلسطينية بشكل أحادي. هذا وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة لا يحتاج إلى رخصة أو إذن من نتنياهو أو حكومته. وأكدت في بيان لها أن جميع الدول تستطيع الاعتراف بدولة فلسطين بما فيها الإدارة الأمريكية بدون مثل هذه الرخصة ودون أي تقدم طلب لنتنياهو سواء من الناحية القانونية أو السياسية. أضافت الوزارة أن نتنياهو لا يرفض فقط إقامة الدولة الفلسطينية وإنما يدمر بشكل يومي فرص تجسيدها إلى الأرض عبر تعميق وتوسيع الاستيطان فيها وفصلها تماما عن قطاع غزة ومن خلال حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبوها ضد الشعب الفلسطيني لتفريغ الأرض من أصحابها الأصليين. ولمزيد من المتابعة نتحول إلى الزميل خالد عاشور. شكرا لك خير وشكرا لك يا آية. مشاهدينا، وحول تطورات الأوضاع في غزة ينضم إلينا من غزة الأستاذ أحمد الأغا الكاتب الصحفي. أستاذ أحمد مرحبا بك، لو تطلعنا على الوضع الميداني لديك أستاذ أحمد، ماذا لديك من معلومات أخرى حول الأوضاع الميدانية فضلا عما تقدم في هذه النشرة؟ نعم، مساء الخير لك ولجميع أستاذ المشاهدين. لا زال الوضع كما هو، قصف هنا وآخر هناك، استهداف هنا وآخر هناك. لا زالت أيضا محافظة رفح أقصى محافظة جنوب قطاع غزة تتعرض ما بين الفينة والأخرى باستهداف سواء من الطائرات أو من المدفعيات المتواجدة على الخط الحدودي المتاخم للمناطق الشرقية، وكذلك الحال لإطلاق النار بعض الأوقات من الزوارق الحربية المتاخمة للشريط الساحلي للبحر الأبيض المتوسط. محافظة خان يونس التي لا زالت تحاصر حصارا شاملا ومطلقا لليوم 33 على التوالي، وانقطاع الاتصالات والإنترنت، وأيضا محاصرة مستشفى ناصر، هذا محاصرة مستشفى ناصر، وكما أعلنت وزارة الصحة ومن هو متواجد داخل مجمع ناصر الطبي بأنه أصبح سكنة عسكرية مغلقة للقوات الإسرائيلية، وأيضا أعلنت عن استشهاد شخص ثامن جراء نقص الأكسجين الغير متواجد أصلا في غرف العناية المكثفة والمركزة، إضافة لنقل الطاقم الطبي إلى مستشفى المبارك، أيضا إلى المبنى القديم هم هناك جميعا، واعتقال بعض الأشخاص من النازحين المتواجدون داخل المستشفى. لازالت خان يونس تستعرض وأيضا تتعرض لقصف عنيف جوي ومدفعي وأيضا من قبل الزوارق في شتى محاور التوغل، إضافة إلى القتال العنيف ما بين الفصائل الفلسطينية وما بين جيش الاحتلال حتى هذه اللحظة، إضافة لنسف أحياء سكنية كاملة. نتحول إلى مستشفى الأمل إلى الشمال الغربي من المحافظة، محافظة خان يونس التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، والذي أيضا لا زال محاصرا وأيضا لا زال يتعرض لقصف المدفعي ما بين الفينة والأخرى، وتحديدا الطابق الثالث والثاني، ووجود العديد من الإصابات هناك، وليس هناك بالمقدور أحد لأحد أن يدخل أو يخرج إلى مستشفى الأمن الذي يتبع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إضافة لعدم دخول الأكسجين وعدم دخول الوقود الذي يتم تشغيل من خلاله المولدات الكهربائية التي تزود. طيب أستاذ أحمد، نعم، تصريحات نتنياهو اليوم قال فيها أو جاء فيها إن إسرائيل استطاعت تدمير 3/4 أو 3/4 الفصائل الفلسطينية أو قدرة المقاومة الفلسطينية، ما مدى دقة هذا الكلام على الأرض؟ لربما لو كان هذا الكلام دقيق كان لا يكون أن هناك مقاومين على الأرض،
يواجهون الآليات ويواجهون الجنود كما يتم نشرها من قبل الفصائل المقاومة من استهداف للآليات، من استهداف للجنود، من استهداف للطائرات المسيرة وإنقاذها أيضا على ذات الحال. أعتقد لا زال القتال شرسا، لا زال القتال عنيفا وقويا في جميع محاور التوغل، تحديدا في محافظة خان يونس والمحافظات الوسطى وأيضا محافظة غزة ومحافظات شمال غزة. لو كان هذا الأمر دقيقا أعتقد لانتهت الحرب منذ فترة، ولو أنه تم تدمير الفصائل والعمل العسكري في قطاع غزة كما تحدث، أعتقد لشاهدنا بأنه حرر جميع الرهائن والأسرى المتواجدين في قطاع غزة الذين هم بحوزة الفصائل الفلسطينية. لربما هذا أقل دليل، لربما يرد على تصريحات نتنياهو الذي لا زال يمعن في قتل الناس سواء عبر الطائرات أو عبر منع المساعدات وقتل الناس جوعا، وكما حدث مع السفلى ذات الأعوام السبعة في شمال قطاع غزة عندما أعلنت وزارة الصحة عن وفاتها واستشهادها جراء عدم تناولها الطعام وللجوع الشديد، علما بأن المساعدات لا تدخل بالشكل المطلوب إلى محافظة غزة وإلى محافظات شمال غزة. ونحن شاهدنا بالفعل المواطنون هناك يقومون بطحن أعلاف الحيوانات والذرة والشعير لكي يحولوها إلى دقيق ومن ثم يتناولوا خبزها. أيضا هذا أصبح على وشك النفاذ لدى المواطنين هناك. هناك صعوبة في الحصول على المواد والإمدادات الغذائية وأيضا المياه الصالحة للشرب، هي مأساة وكوارث حقيقية تحصل حاليا على أرض الواقع. لربما مهما وصفنا ومهما أمعنا في الكلمات وتدقيق الكلمات لا نستطيع أن نوصف بدقة ما يحدث على الأرض لصعوبته وأيضا لصعوبته الجمة بما يحدث داخل قطاع غزة من جميع مناحي الحياة سواء الميدانية الإنسانية حتى على سبيل المرض وعدم وجود الأدوية لعلاج تلك الأمراض خصوصا في ظل انتشار الأوبئة والأمراض المؤذية ما بين الأطفال وما بين الناس. أستاذ أحمد، فيما يتعلق بمدينة رفح وأنت ذكرت جانبا مما تتعرض له ومما تعرضت له مدينة رفح اليوم، أن زوارق الاحتلال قصفت ساحل هذه المدينة الصغيرة ومدفعية قوات الاحتلال أيضا استهدفت جنوبها وشرقها، كيف رصدت هذا الحدث وما هو الهدف عسكريا من هذا الهجوم المضاعف على مدينة رفح؟ منذ فترة ليست بالقليلة ومحافظة رفح تلك البقعة الصغيرة والتي تقدر مساحتها ب 55 كيلو متر مربع ويوجد بداخلها 1,400,000 نازح، أي كل كيلو متر نصيب الكيلو متر الواحد حوالي 27,000 نسمة تتعرض من فترة ليست بالقليلة إلى استهدافات في كل ساعة، سواء استهداف لمنازل مأهولة كما حدث صباح اليوم، استهداف لشاليه يعود لعائلة الشاعر وارتقاء 7 شهداء من بينهم أطفال ونساء والعديد من الإصابات وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي. لا تتعدى ساعة أو لا يتعدى يوم إلا ويتم استهداف محافظة رفح سواء عبر استهداف المنازل المأهولة بالنازحين أو لأراضي فارغة أو للقصف المدفعي على الحدود الشرقية المتاخمة للمحافظة أو على الشريط الداخلي بما يعرف البحر الأبيض المتوسط. منذ أكثر وما يزيد منذ 10 أيام إلى 15 يوما وتتعرض المحافظة يوميا للقصف والاستهدافات بصورة كثيفة عما كانت عليه. شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد الأغا الكاتب الصحفي، كنت معنا من غزة عبر الهاتف. عودة إذن لاستكمال ملفات هذه النشرة مع زميلي خير حسن وآية لطفي. شكرا خالد. هددت الولايات المتحدة بالاعتراض على مشروع قرار جديد في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة. وكانت الجزائر قد طلبت التصويت على مشروع القرار الثلاثاء المقبل بعدما دعت مجلس الأمن للانعقاد لوقف التصعيد على غزة. على مدار أكثر من 4 أشهر من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كان التناقض بين التصريحات والأفعال هو السمة الغالبة على السياسة الأمريكية،
صورة جديدة بدا فيها التناقض الأمريكي واضحا جليا، حيث أعلنت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد نية بلادها إجهاض قرار أممي جديد لوقف إطلاق النار في القطاع. وكانت الجزائر قد دعت مجلس الأمن للانعقاد للتصويت على مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة، لتعلن غرينفيلد أنه إذا طرح هذا المشروع للتصويت بصيغته الحالية فلن يتم اعتماده. المندوبة الأمريكية ساقت مبررات مفادها أنه يجب على مجلس الأمن أن يلتزم بضمان أن يؤدي أي إجراء لزيادة الضغط على حماس للقبول بالصفقة الأمريكية المقترحة لتبادل المحتجزين. وعلى ما يبدو فإن ليندا غرينفيلد نسيت أو لعلها تناست عن عمد أن رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو هو من يرفض أي صفقة يتم بموجبها تبادل المحتجزين ووقف العدوان على القطاع. وهكذا تواصل الولايات المتحدة سياستها المعهودة، فالبيت الأبيض يطالب بوقف الحرب ويحذر من أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية، بينما تستعد المندوبة الأمريكية لاستخدام الفيتو وإجهاض قرار أممي آخر لوقف إطلاق النار، ما يسمح لجيش الاحتلال بارتكاب المزيد من جرائمه في قطاع غزة. وبحسب المراقبين فإن التضارب الأمريكي الواضح والذي يصب فقط في صالح دولة الاحتلال يبدد الثقة لدى الفلسطينيين في أن تكون الولايات المتحدة وسيطاً نزيهاً في عملية تفاوضية تؤدي إلى تسوية عادلة على أساس حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية وإنهاء الظلم الواقع عليهم جراء الاحتلال. قال وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس أنه سيستدعي السفير البرازيلي لتوبيخه بسبب تصريحات الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا حول الحرب على غزة. وكان الرئيس البرازيلي انتقد بشدة العدوان الإسرائيلي على القطاع، واتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة بحق المدنيين الفلسطينيين قائلا إنها تشبه محرقة اليهود بين الحرب العالمية الثانية، وأضاف أن ما يحدث في غزة لم يحدث في أي مرحلة أخرى في التاريخ. شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن مسيرة داعمة لفلسطين وتدين انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في غزة. حمل المتظاهرون لافتات تندد بعمليات الإبادة الجماعية ومحاولات التهجير القسري لسكان القطاع. أعرب المتظاهرون عن رفضهم لصمت المجتمع الدولي إزاء الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال في غزة والضفة الغربية بحق المدنيين الفلسطينيين، خصوصا النساء والأطفال. أنا أحد منظمي حركة الشباب الفلسطيني. نحن هنا في مسيرة عالمية من أجل رفح بهدف عمل ضغط على الإدارة الأمريكية. نطالب بوقف الإبادة الجماعية ووقف إطلاق النار وبإعادة تمويل الأونروا ورفع الحصار وإنهاء الاحتلال. الرسالة التي نريد إيصالها اليوم هي إعادة التمويل إلى الأونروا ووقف تمويل إسرائيل من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار. لازم نوصل الرسالة لكل المشرفين بالغرب، دول الغربية بأمريكا وإسرائيل والمطبعين مع إسرائيل وكل الأنظمة، أن الكفاح ما يوقف. نطالب بإنهاء 75 عام من الاحتلال تسيطر فيها إسرائيل على الأراضي الفلسطينية وتستولى عليها. أغلبية الأشخاص الذين أعرفهم في أمريكا هم ضد إسرائيل وخاصة الشباب. يجب قطع التمويل عن إسرائيل وإعادة تمويل الأونروا، واعتراف الولايات المتحدة بفلسطين أمر مشروع. أكثر من 70% من الموجودين هن أمريكان، مش عرب، مش مسلمين، لكن اللي صحاهم فعلياً الكذب والنفاق والمفاجأة والصدمة اللي انصدموها بحكومتهم وبدولهم التي تدعي الديمقراطية. الانتخابات الجاي حيكون في إلنا صوت قوي وحنثبت إنه إحنا موجودين، وأي واحد بيفكر في المستقبل إنه يتجاوز الشعب وإنه يفكر إنه إحنا الفلسطينية ما إلنا صوت، إن شاء الله حيدفع ثمن كمان نفس الشيء.
أما في فرنسا فقد تظاهر المئات بمدينة مرسيليا الفرنسية للتنديد باستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية واللافتات المؤيدة للشعب الفلسطيني، وطالب المشاركون في المظاهرة بالتدخل لوقف الاعتداءات على الفلسطينيين في غزة. أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة من أجل وقف العدوان على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية. قال عباس خلال رئاسته لاجتماع القيادة الفلسطينية أنه يجب منع الاحتلال من عمليات الإبادة الجماعية في غزة ووقف تقدمه في عملية التهجير القسري للفلسطينيين. هذا العدوان الذي تمثل بالقتل والذبح والتدمير والعمل من أجل التهجير، تهجير شعبنا من أرضه، وهذه أهدافه التي يسعى إليها. ولذلك تجتمع القيادة الفلسطينية اليوم لمناقشة هذا الأمر من أجل منع هذه الاعتداءات، من أجل وقف هذه الاعتداءات، من أجل وقف أي إجراءات من شأنها أن تعمل على طرد الشعب الفلسطيني من أرضه وبلاده، خصوصاً وأن الوضع في رفح بالذات أصبح في منتهى الخطورة والصعوبة التي تحتاج إلى إجراءات سريعة من قبل القيادة الفلسطينية. بينما قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتي أن جيش الاحتلال يعمل على تقويض السلطة الفلسطينية، أكد أشتي على ضرورة العمل على حل الدولتين. كذلك العديد من الناس قد اضطروا إلى مغادرة أماكنهم بسبب ما حدث في الضفة الغربية على أثر ما حدث في غزة. نعم، فأنت على حق، يوجد موقف صعب الآن في فلسطين لأن الجيش الإسرائيلي لا يسمح لنا بعمل وظائفنا لأننا نحن تحت الاحتلال. من فضلك دعيني أجيب على سؤالك. أمر آخر تتحدثين عليه هو حل دولتين. المشكلة الكبيرة حيال هذا الأمر أن اعتاد الإسرائيل أن تقول أننا لا كنا نقوم بدورنا. نعم هذا صحيح، لأنهم يقومون بتقويض سلطتنا ويعملون على هذا الأمر. لديك إجماع دولي حول حل دولتين، حتى حماس المجتمع الدولي والدول العربية كل هؤلاء متوافقون حول حل دولتين. كنا نتحدث عن حل دولتين لأكثر من 33 عاما إلى الآن. نحتاج أن نتحرك من التحدث عن حل دولتين إلى تنفيذ وتطبيق حل دولتين على الأرض. ثمن مجلس أمناء الحوار الوطني في مصر دور القيادة السياسية في القضية الفلسطينية ومشاركة مصر أمام محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتقديم إيضاح ومرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 من فبراير الجاري. وأشاد المجلس بموقف الدولة المصرية والذي يشمل تأكيد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين بالمخالفة لقواعد الآمرة للقانون الدولي، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة. رفض مجلس أمناء الحوار الوطني سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإنسانية الإسرائيلية التي تنتهك بشكل صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. كان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان أعلن أن مصر ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 67. وأشار إلى أن مصر قدمت مذكرة للمحكمة وستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة في 21 من فبراير، مضيفا أن المرافعة الشفهية تتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية
الدولية بنظر الرأي الاستشاري باعتبار الجمعية العامة للأمم المتحدة أحد الأجهزة المخولة وفقا لميثاق المنظمة بطلب رأي استشاري من المحكمة، ونظرا لأن الأمر يتناول الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. كما أوضح أن المذكرة المصرية تشمل تأكيد عدم شرعية الاحتلال الذي دام لأكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين. لطالما كانت مصر مساندة وداعمة للقضية الفلسطينية وتدعم حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة. وفي ظل الانتهاكات الإسرائيلية في غزة ومحاولة إسرائيل تنفيذ الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين وتصفية القضية، تقدمت مصر بمذكرة لمحكمة العدل الدولية بشأن الممارسات الإسرائيلية. المزيد بشأن المذكرة التي تقدمت بها مصر للعدل الدولية مع الزميل أحمد أبو زيد. القضية الفلسطينية كانت ولا تزال وفق ما تعلنه كل مؤسسات الدولة المصرية على رأس وسلم أجندتها منذ عام 1948 باعتبارها جزءا لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي المصري. ومنذ أن شنت إسرائيل عدوانها الغاشم على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي لم تدخر مصر جهدا إلا وبذلته للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، كما أعلنت العمل على كل الدوائر وعلى كافة الأصعدة الإنسانية والسياسية والقانونية وفي شتى المحافل الإقليمية والدولية لإثبات الحق الفلسطيني والتصدي للممارسات الإسرائيلية، بالنظر إلى حتمية إدخال المساعدات للشعب الفلسطيني باعتباره يشكل الحد الأدنى اللازم لحفظ حياة الفلسطينيين. في ضوء ذلك لم تتخلى مصر عن نصرة القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وأعلنت رفضا وبشكل قاطع لكل محاولات التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني. وفي سبيل تحقيق ذلك تشارك مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 67، بل وتقدمت مصر بمذكرة للمحكمة في لاهاي على أن تقوم بتقديم مرافعتها الشفهية في 21 من فبراير البعد أيام. المرافعة الشفهية إذن تتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأي الاستشاري باعتبار الجمعية العامة للأمم المتحدة أحد الأجهزة المخولة وفقا لميثاق المنظمة بطلب رأي استشاري من المحكمة، ونظرا لأن الأمر يتناول الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمخالفة لمبادئ القانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية. أما ما يتعلق بموضوع الرأي الاستشاري فإن المذكرة المصرية تشمل الإشارة إلى عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام لما يزيد على 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، فضلا عن الإشارة لسياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، ومن بينها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة كما تفعل ذلك إسرائيل. تتضمن المذكرة كذلك رفضا كاملا لسياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني والتي تنتهك وبشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. المذكرة والمرافعة المصرية تطالب المحكمة بتأكيد مسؤولية إسرائيل عن تلك الأفعال غير المشروعة بما يحتم انسحابا إسرائيليا وبصورة فورية من الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك مدينة القدس، مع ضرورة العمل على تعويض الشعب الفلسطيني عن كل الأضرار التي لحقت به نتيجة لهذه السياسات والممارسات غير المشروعة. تطالب كافة دول العالم والمجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي أثر قانوني لكل الإجراءات الإسرائيلية والكف عن توفير الدعم لإسرائيل، مع حتمية اطلاع المنظمات الدولية والأمم المتحدة بمسؤولياتها الكاملة في هذا الصدد. خطوة مصرية لافتة لكنها تأتي وبالضرورة لتراكم حجم الجهد والعمل الذي بذلته مصر على مدار سنوات هذا الصراع نصرة للشعب الفلسطيني ودفاعا عن حقوقه المشروعة.
هذا وتستعد محكمة العدل الدولية لبدء جلسات استماع تاريخية حول شرعية احتلال إسرائيل المستمر منذ 57 عاما للأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها. من المقرر عقد جلسات استماع لمدة 6 أيام في محكمة العدل الدولية والتي سيشارك خلالها عدد غير مسبوق من الدول، في حين تواصل إسرائيل هجومها المدمر على قطاع غزة. جلسات استماع تاريخية تستعد لعقدها محكمة العدل الدولية التي تعد أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة بشأن شرعية احتلال إسرائيل المستمر منذ 57 عاما للأراضي الفلسطينية. على مدار 6 أيام ستنعقد جلسات الاستماع وستشارك خلالها 52 دولة وثلاث منظمات حقوقية، وذلك بموجب طلب أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2022. وعلى الرغم من أن النظر في تلك القضية يجري في ظل زخم الحرب الحالية على قطاع غزة، إلا أن الجلسات تركز عوضا عن ذلك على احتلال إسرائيل المستمر للضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية. القضية المنظورة في لاهاي تلك المرة ليست ذات صلة بتلك الدعوة التي أقامتها جنوب أفريقيا مؤخرا ضد إسرائيل، وتتهمها فيها بارتكاب تهم الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، والمتوقع أن تصدر قرارات وشيكة بشأنها. جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تبحث فيها محكمة العدل الدولية القضية الفلسطينية. السبق أن أصدرت المحكمة في عام 2004 حكما يقضي بأن بناء الجدار العازل في الأراضي الفلسطينية ينتهك القانون الدولي، وأن على إسرائيل تفكيكه وتقديم تعويضات عن الأضرار المتكبدة من جراء بنائه، وهو الحكم الذي تجاهلته دولة الاحتلال تماما من دون عواقب. في أثناء ذلك قرر مجلس الأمن الدولي التصويت على مشروع القرار الجزائري الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة والإفراج عن كافة الأسرى والمحتجزين ورفض تهجير الفلسطينيين بأي شكل من الأشكال وضمان إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل دائم. المحاولة السابقة من مجلس الأمن فشلت في وقف حرب غزة الدامية، فهل سينجح المجلس أو محكمة العدل الدولية هذه المرة في إلزام إسرائيل بوقف عدوانها الغاشم على قطاع غزة وإجبارها على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، أم ستستمر دولة الاحتلال في تحديها للمجتمع الدولي وتوظيف حق الفيتو لمواصلة جرائمها بحق الفلسطينيين؟ نشرتنا لا تزال مستمرة مع حضراتكم وفيها بعض الفاصل. ستلبرغ يؤكد أن حلف الناتو أصبح أكبر قوة عسكرية في العالم اليوم. أهلا بكم من جديد. قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي موقعا لبنانيا عند أطراف الناقورة بالقرب من اليونيفيل البحري. أوضحت الوكالة الوطنية للإعلام أن طائرات حربية إسرائيلية نفذت عدوانا جويا على بلدة عترون في قضاء بنت جبيل، كما تعرضت بلدة يارون لغارة نفذها طيران الاحتلال هي الثالثة منذ 8 من صباح اليوم. استهدفت جميعها منازل في ساحة البلدة ودمرتها، كما قصف جيش الاحتلال بصاروخ موجه منزلا آخر في ساحة البلدة. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بشن غارة إسرائيلية لطائرة مسيرة على تلة العويضة فوق كفر كلا وأطراف منطقة راميا وخلة وردة. أعلن حزب الله اللبناني استهداف مبنى في مستوطنة يارون يقيم به عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي. أكد بيان لحزب الله اللبناني استهداف عدد من المواقع التي تضم جنودا للاحتلال الإسرائيلي وحقق
بها إصابات مباشرة. ذكر البيان أن الاستهداف طال موقع السماقة في مزارع الشبع اللبنانية وموقعا للجنود في مثلث الطيحات ومستعمرة شميرة ومستعمرة إيفان مناحم، وأوقع عددا من القتلى والمصابين في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلية. كشفت القيادة المركزية الأمريكية عن قيامها بقصف استهدف مواقع للحوثيين باليمن، وذكر بيان للقيادة الأمريكية أن الولايات المتحدة نفذت 5 ضربات وصفتها بالدفاع عن النفس في مناطق باليمن يسيطر عليها الحوثيون. أوضح البيان أن الضربات استهدفت 3 صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن وزورقين مسيرين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. أضاف البيان أن هذه الإجراءات ستحمي حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية أكثر أماناً. ناقش رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي مع الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والسياسة الأمنية في حلف الناتو بوريس روج التطورات اليمنية والإقليمية وتداعيات الهجمات الحوثية على السلم والأمن دوليين. جاء ذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن الدولي. كما أطلع المسؤول الدولي على مستجدات الأوضاع ومبادرات مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لإحلال السلام والاستقرار وتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني والدعم المطلوب لتأمين مدن الموانئ وكبح تهديدات الحوثيين. الآن نتحول إلى تطورات العمليات الروسية الأوكرانية. Ukraine's future is in NATO. Counting on us. Защитим и наш народ. Слава Україні! حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف من انهيار روسيا الآن سيؤدي إلى عواقب وخيمة أكثر بكثير من نتائج الحرب العالمية وأي حرب طويلة الأمد. قال ميدفيديف إن أي محاولة لإعادة روسيا إلى حدود عام 1991 ستضطرها لاستخدام ترساناتها الاستراتيجية النووية وضرب كييف وبرلين ولندن وواشنطن. كما دعم ميدفيديف الدول الغربية لإعادة كل شيء لروسيا قبل فوات الأوان، وإلا ستعيده بأكبر خسائر ممكنة للعدو مثل ما حدث في أفدييفكا. أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل نحو 800 عسكري أوكراني بعمليات متفرقة للقوات الروسية خلال الساعات 24 الماضية. أضافت الدفاع الروسية أنها حررت مدينة أفدييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية بالكامل وتقدمت إلى عمق 8.6 كيلومتر. أكدت قصفها لتجمعات القوات الأوكرانية على محور كوينتك وكراسني ليمان ودونيتسك وخيرسون. كما اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 4 صواريخ هيبرس وتدمير 105 طائرات مسيرة أوكرانية في مناطق متفرقة. بينما أعلن الجيش الأوكراني أن قواته صدت هجوما روسيا على الجبهة الجنوبية عقب انسحاب قوات كييف من بلدة أفدييفكا المدمرة في شرق البلاد. قال قائد الجيش الأوكراني أولكساندر سيرسكي أن قواته انسحبت من أفدييفكا لتجنب التطويق بعد أشهر من الهجمات الروسية العنيفة، وهو أكبر تقدم لموسكو منذ سيطرة قواتها على مدينة بخموت في مايو الماضي. أضاف الجيش أنه نجح في تدمير 18 عربة مدرعة بينها 3 دبابات، وأن القوات الروسية تراجعت إلى مواقعها السابقة. اختتم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن بالتشديد على أن العالم أصبح أكثر خطورة، إلى أن حلف الناتو أصبح أقوى قوة عسكرية في العالم اليوم. أضاف ستولتنبرغ أن الناتو أصبح أقوى من روسيا نظرا لأنه يمثل نحو 50% من إجمالي القوة العسكرية في العالم.
قال الأمين العام لحلف الناتو إنه لا يمكن اعتبار السلام أمرا مسلما به، إلا أنه لا يرى أن أي تهديد وشيك ضد أي دولة حليفة للحلف. مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر المقبل، يظهر تأثير المال السياسي إلى تمهيد أو في تمهيد الطريق إلى البيت الأبيض. ثروة المرشح وقدرته على جمع التبرعات المالية من المانحين هما ذراع النفوذ والتأثير الذي يتميز به النظام السياسي الأمريكي. الانتخابات الرئاسية الأمريكية وسطوة رأس المال، إنها علاقة متداخلة، فتبرعات المانحين هي البطاقة الرابحة نحو الطريق إلى البيت الأبيض. المال السياسي له تأثير كبير في اختيار رئيس الولايات المتحدة، وهو أولوية المرشح الرئاسي لحصد أكبر قدر من تبرعات كبار المانحين والمناصرين. فهوية الشخصيات الفاعلة سواء بصورة علنية أو خلف الستار لها تأثير كبير على مسار حملات مرشح الرئاسة المحتملين، وبخاصة حملة الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب وصولا للانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر 2024. سوبر باك هي كلمة السر في هذه المنظومة، وهي لجان العمل السياسي الفائقة، إذ تمثل قوة تغيير في قواعد تمويل الحملات الانتخابية، مما سمح بتدفقات هائلة من الأموال للتأثير على الانتخابات. فثروة المرشح وقدرته على جمع التبرعات المالية من المانحين هي أحد مظاهر النفوذ والتأثير الذي يتميز به النظام السياسي الأمريكي. أسماء بارزة في عالم المال الأمريكي بدأت تعلن مواقعها في دعم كل مرشح يمثل أجندتها السياسية ومصالحها. في مقدمة المتبرعين للجنة العمل السياسي الفائقة Future Forward لحملة الرئيس جو بايدن، رائد الأعمال والمنتج السينمائي الأمريكي ورئيس استوديوهات والت ديزني للرسوم المتحركة سابقاً جيفري كاتزنبرغ، بالإضافة إلى المخرج الأمريكي ذائع الصيت في هوليود ستيفن سبيلبرغ ورائدة الأعمال الأمريكية تشيريل ساندبرغ، فضلاً عن رجل الأعمال الأمريكي الإسرائيلي حييم سابان، أحد أكبر أصحاب النفوذ الإعلامي في العالم، والرئيس التنفيذي لشركة أوبن أي آي سام ألتمان، ومؤسس لينكد إن ريد هوفمان. في حين تلقت إحدى لجان العمل السياسي المعروفة باسم ماجا اختصاراً لشعار لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى، والتي تدعم الرئيس السابق والمرشح الجمهوري المحتمل دونالد ترامب، تلقت مساهمات كبيرة من سيدة الأعمال الشهيرة في عالم مصارعة المحترفين ليندا ماري ماكماهون، بالإضافة إلى رجل الأعمال الأمريكي تيموثي ميلون الذي تبرع بملايين الدولارات لدعم ترامب، ورجل الأعمال وقطب الطيران الأمريكي روبرت بيغلو، والأخوان لورينز وفرانك فيرتيتا رائدي صناعة الكازينو في مدينة لاس فيغاس. وما بين رؤساء أمريكيين سابقين كانوا يوماً ما من أقطاب المال والأعمال، ولجان تعمل بكثافة لاستقطاب ودعم مرشحين، تتأرجح احتمالات الانتخابات الرئاسية القادمة مؤثرة ومتأثرة بتدفقات هذه الأموال وآثارها السياسية، ليس فقط على الداخل الأمريكي بل على العالم أجمع. انضم مزارعون من ألمانيا وبلجيكا وهولندا وفرنسا إلى الحصار الذي يفرضه مزارعون وسائقو شاحنات بولنديون على الحدود مع أوكرانيا. أدى الاحتجاج لتعطل حركة مرور الشاحنات بشكل كامل عند نقطة العبور التي تشهد الاحتجاجات منذ 9 من فبراير الحالي، والتي انطلقت في عدة دول أوروبية رفضا لقرار المفوضية الأوروبية بتعليق رسوم استيراد المنتجات الزراعية من أوكرانيا، بالإضافة لارتفاع أسعار الوقود والمستلزمات الزراعية. أهلا بكم من جديد. رجحت صحيفة لو تريبيون أن يعلن وزير المالية الفرنسي برونو لومير خفض توقعات النمو الحكومي للعام الحالي،
وأرجعت الصحيفة الفرنسية توقعاتها إلى تباطؤ النمو في نهاية العام الماضي والتوقعات الضعيفة للنصف الأول من العام الحالي، مما سيضطر الحكومة الفرنسية لخفض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام بأكمله بنسبة 1.4% والإعلان عن تخفيضات جديدة في الإنفاق بقيمة 20 مليار يورو على مدى عامين. توقعت وزارة الزراعة الأوكرانية عدم نجاح ما بين 1-2% فقط من محصول القمح الشتوي الأوكراني في الموسم الحالي نظراً لاعتدال الطقس، وعادة ما يتلف نحو 7% من إنتاج المساحة المزروعة بالقمح الشتوي بأوكرانيا بسبب الصقيع الشديد. أعلنت وزارة الاقتصاد الأرجنتينية أن الحكومة سجلت في شهر يناير الماضي أول فائض منذ نحو 12 عاماً، بينما يواصل الرئيس الجديد خافير ميلي الضغط من أجل خفض الإنفاق. دعا ميلي إلى إجراء خفض حاد في الإنفاق وخفض الدين العام ودولارة الاقتصاد. كشفت وكالة الإحصاءات الأوروبية أن بلجيكا وإسبانيا أصبحتا من الدول الأكثر شراءً للغاز الطبيعي المسال من روسيا في القارة العجوز. استحوذ البلدان على ما يقرب من 3/4 الإمدادات إلى الاتحاد الأوروبي، وارتفعت مشتريات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال الروسي العام الماضي من نحو 3% إلى 12.7 مليار متر مكعب. دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي نظيره الأمريكي أنتوني بلينكين إلى رفع العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على الشركات والأفراد الصينيين، مضيفا أن محاولات الابتعاد عن الصين لن يضر سوى أمريكا. تفرض واشنطن عقوبات على شركات صينية بدعوى العمل مع الجيش الصيني بالرغم من نفي تلك الشركات لهذه الاتهامات، كما تفرض عقوبات على أفراد وكيانات بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان في منطقة شينجينغ الصينية. انتهت جولة التاسعة، نذكر حضراتكم بالعناوين. الاحتلال يقصف منازل الفلسطينيين في دير البلح والزويدة وسط غزة. نتنياهو يقول إنه ملتزم بإطلاق سراح المحتجزين سواء عن طريق عملية عسكرية أو مفاوضات صارمة. الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ 5 ضربات في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن. انتهت جولة التاسعة، نشكر حضراتكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.